تواصل السلالات في تربية نينوى من أجل المشاركة في مهرجان ربيع، حيث لدينا ثلاث مشاركات في المهرجان بموكبين وأوبريت. طبعا العمل وصل مراحل النهاية إن شاء الله، سيكتمل قبل الموعد بإذن الله تعالى بأيام ليكون جاهز إن شاء الله يوم 30/4. طبعا هناك المشاركين وفنانين في تربية نينوى مشرفين على هذا العمل، والعمل جاري على قدم وساق ان شاء الله. الاوبريت هو مدته 8 دقائق ان شاء الله، والموكبين سيكون احدهما يكون في البدايه والاخر بعد الاوبريت ان شاء الله. طبعا هي مشاركه لكل مدارس نينوى، واليوم تربيه نينوى طبعا كانت هناك اكثر من 5 مشاركات، لكن تم تقليص هذه المشاركه بسبب كثره المشاركات من قبل الدوائر الاخرى.